بيحصل في مصر في موضوع الغاز، واللي الحكومة زودت ساعات انقطاع الكهرباء، وهي اللعبة القذرة اللي بتلعبها إسرائيل على مصر، وسر الضغط الاقتصادي الأخير على القاهرة علشان تسلم وتسيبها من القضية الفلسطينية. وإيه كان رد مصر؟ بانكير، نبض البنوك. كلنا شايفين ان مصر واقفة وقفة شرف مع القضية الفلسطينية، وبتحارب بكل قوتها الدبلوماسية والسياسية وتقولها الدولي في المنطقة، ودفعت اسرائيل جزء من الثمن وكبحت جماح انتقامها من الفلسطينيين، ودخلت المساعدات وسوقت مأساة الفلسطينيين للعالم، وغيرت الرأي العام الدولي لصالح الفلسطينيين. بعدها خرجت المظاهرات في كل حتة في العالم، خاصة اوروبا وامريكا. بايدن على تواصل مع السيسي بشكل مستمر علشان يعرف المنطقة رايحة على فين. كان آخرها امبارح لما الرئيس الأمريكي كلم الرئيس السيسي، والبيت الأبيض طلع بيان تفصيلي عن المكالمة. قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في موضوع المساعدات وجهود التهدئة في المنطقة ورؤيته لإنهاء الصراع. لكن البيان قال حاجة مهمة جدا، وهي إن بايدن أيد تأكيد السيسي إن تهجير الفلسطينيين لسيناء أو غيرها غير مقبول. كل مواقف مصر خلت إسرائيل في حالة غضب شديد، والدنيا اللي اتقلبت عليها في العالم علشان كده قررت تنتقم بطريقتها من القاهرة. قررت وقف تصدير الغاز من حقل تمار لمصر ضمن اتفاقية سابقة احتجت بخوفها من استهداف الحقول الإسرائيلية من الضفادع البشرية التابعة لحماس، لكن الحجة وهي طبعا، والهدف الحقيقي هو معاقبة مصر على موقفها العظيم مع نضال الشعب الفلسطيني. ده اللي قاله وزير البترول المصري السابق أسامة كمال، إن إسرائيل بتحاول تضغط على مصر وأوروبا علشان تغير دعمهم لحماس، رغم إن مصر مش مع حماس لكن مع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وضد استهداف المدنيين سواء من الأطفال والشيوخ. الموقف المصري طبعا واضح، ومصر مش بتقبل المساومة والابتزاز، وقالت إنها هتزود فترات انقطاع الكهرباء ساعة كمان، ودي مش قضية، والظلم عند المصريين أشرف من التخلي عن الحق الفلسطيني والعربي، ومصر عمرها ما هتبيع موقفها. لكن الموقف الإسرائيلي بيؤكد على حاجة مهمة جدا، وهو اعترافه بالتأثير المصري في سير الأحداث ودعم الحق الفلسطيني، وهو مواجهة مخططات إسرائيل في المنطقة وتأزيم موقفها دوليا. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.